دونك حالي مراد هذا الفيلم اللي يحكي على التوحد، دونك طفل صغير اللي عنده هذا المرض، مرض التوحد، كيفاش يعيش حياته مع المجتمع الى غير ذلك. دونك كانوا حاضرين فيه بزاف نجوم، كانوا حاضرين فيه ثاني وجوه اعلاميه، وجوه فنيه ثاني معروفه، اكزاكتومون يحيى مزاحم، جعفر قاسم، سهيله معلم، غير رياض، غير رياض ما جاش هذاك النهار، اكرام كفيف. دونك نروحوا نشوفوا ورقه على هذا الفيلم ثاني، العرض تاعو كيفاش كان وحتى تصريحات. شهدت قاعة بن زيدون قبل أيام تقديم العرض الخاص لفيلم حليم الرعد، أول فيلم سينمائي مستقل دون دعم مالي من وزارة الثقافة. الفيلم صنعته أنامل شباب يتنفسون السينما بمعية المخرج يحيى مزاحم، داعم الشباب الأول في السينما والتلفزيون. حليم الرعد اللي يعني كما نقولوا قصة جون شاب اللي عنده 25 سنة مستغني في العقل تاعها، عنده 9 سنين اللي هو روتاردي، يعني عنده مرض التوحد. النوع مرض التوحد تاعي هو نوستالجيك، حنين الماضي، يحب غير يلعب يتفرج الميكي، هذا وشي وهذا الشيء كاع سي لي كونسيكونس يعني تاع لي شوك اللي يدوهم الاطفال وهما صغار، باسكو هو كي كان عنده 9 سنين دا ان شوك اللي غادي نكتشفوه اليوم يعني في الفيلم. سي بور سا اللي خلاه انه ما يكبرش، ما حبش يكبر، حاب يقعد صغير، حاب كيما نقولوا ما يكبرش ويدير واش يديروا الكبار يعني. اكيد المخرج في الدرجه الاولى، المخرج يعني هذه سكوب، هذه يعني حاجه اللي نقولها للشروق اللي ما قلتهاش كاع. المره الاولى اللي يعني باش ندخل في الشخصيه اللي خليني نقلع شعري، الانسان الاول اللي قلع شعره قبل ما نقلع شعري اللي هو المخرج، دخل في الشخصيه معايا، حفظ معايا السيناريو، يعني الا بكيت في الفيلم يبكي معايا، الا كنت بيان سعيد انني شريت حاجه يفرح معايا، يعني كشو الانسان اللي ساعدني بزاف باش تقامت الشخصيه. و يعني حتى هو يعني من مور التمثيل لقى صعوبه، يعني حتى يحكم ديبرسيون، يحكم يعني شي حاجه، مي ان شاء الله باذن الله التعب هذا ما يروحش باطل، يعني باذن الله هذا يلقى نجاح والميساج يوصل. بعد هذه الاكسبيريونس يعني رايح يعني كيما نقولوا نطور من نفسي ولا نزيد اكثر، باسكو يعني صعيب بزاف انك تدخل في شخصيه وتخرج منها يعني في ظرف زمني صغير. هذاك الشيء اللي يعني كيما نقولوا لقيت صعوبه فيه، باسكو انني راني في عالم التنشيط وفي عالم يعني ما قدرش يعني بهذوك لي جاست ولا بمرض التوحد مع حليم، صعيب عليا انني احتاجت وقت كبير يعني باش نولي انس. يسرد الفيلم في ساعه ونصف الواقع المر الذي يعانيه مرض التوحد من خلال شخصيه حليم الذي يعشق الرسوم المتحركه هزيم الرعد، فيقرر تجسيدها على ارض الواقع. انتجنا افلام قصيره بزاف، انتجنا دوكيومنتير تاع شباب بزاف، يعني الحركيه نمنو بهذه الديناميكيه اللي نخلقوا فيها. ابالا انا امنت به كفنان كمخرج واعد، وشفت الافلام القصيره تاعو وقلت لازم يطلع في يدير فيلم طويل. الحمد لله لحقنا الان باش نديروا فيلم طويل، والفيلم الطويل هذا يكون يخرج في القاعات، هو الحلم تاعي وكما هو الحلم تاع ابالا، نديروا فيلم يخرج في القاعات والناس تجي تشوف. تصفيق حار داوت به قاعة بن زيدون كان شاهدا على نجاح خلطة شبابية صنعها بطل الفيلم انس تناح، الذي قدم اداء مميزا ينذر بميلاد ممثل كبير، وابنة مسرح سيدي بالعباس دليلة نوار في اول تجربة سينمائية لها، بالإضافة للمخرج محمد بن عبد الله القادم من المدرسة الواقعية للسينما، والذي خاض حربا حقيقية ليتمكن من إصدار فيلمه الطويل الأول هذا. حقيقة ما نقدرش نهدر على الفيلم باش ما نسبويليش، باش نخلي الجمهور هو اللي يكتشف ويتفاعل معاه، لكن القصة جد مؤثرة وأحيانا فيها فكاهة. تفاجأت بالممثلين تاع المسرح اللي أول مرة نشوفوهم في السينما، أدوا الدور تاعهم بكل احترافية، نحييهم ونتمنى لهم المزيد إن شاء الله من النجاح. التجربة كانت شبابية بامتياز. مدير التصوير أنور ساقو شاب في العشرينات من العمر، الأمر نفسه بالنسبة لمهندس الصوت محمد الصالحي، فكلاهما خريجا معهد إسماس ببرج الكيفان. حليم الرعد فيلم اللي كي تفرجو تخلطوا لك لي زيموسيون، حاجة مليحة. سي ان فيلم انديبوندون يعني بميزانية، ما كاش ميزانية، قدموا لنا عمل مليح، الحضور شفتوا الرياكسيون تاعهم في القاعة يعني كان مانيفيك، ما عندناش شو حنقدروا نزيدوا نقولوا أكثر من هكا. طاقم كامل شباب يعطيهم الصحة، وهي حاجة تمد أمل بلي كاين دي جون عم جايين يخدموا. الفيلم للتذكير بدأ عرضه في العديد من دور السينما بقاعة الزينيت في قسنطينة، سيني جولد والسعادة بوهران، قاعة خراطة بكالما، ابن زيدون كوسموس، ابن خلدون والساحل بالجزائر العاصمة.